مثلا هسه نقول هسه هذا العملي بالسلحفاة، هاي اقوم بها تقريبا ما بين ساعة الى ساعتين اشتغل بها، اقوم مثل ما تقول افتحها من الجانبين او من جانب واحد، من جانبين او من جانب واحد، استخرج احشائها، استخرج احشائها، اضيف لها المواد مالته اللي اسمها المواد المستخدمة مالتي يعني، وبعد والقطن واكملها مثل ما تقول، وثانيا شو اسمه اجي اشدنها واخلي لها اضيف لها من ايضا اسلاك.